يعني برحب فضيلة الشيخ أحمد سويق من علماء الأزهر الشريف. أهلا بحضرتك فضيلة الشيخ. ويمكن أهلا وسهلا في بحضرتك. الفقرة اللي فاتت مع الدكتور مجدي عاشور جالنا سؤال، حد بيسأل إزاي يعني أقدر يعني أصل إن ربنا سبحانه وتعالى يتقبل مني التوبة وإن أنا أغفر كل ذنوبي. فكان من ضمن الإجابة إن أنت تحاول إن أنت تطلع صدقة، تستغفر و ولكن الصدقة اللي هي نفع العباد، اللي هي إن أنا أشوف حد محتاج أقدر أساعده إزاي، ودي يعني ممكن تعلي مرتبة كبيرة قوي وتغفر ذنوب. إزاي ممكن إن إحنا نقدر نصل لمرتبة المغفرة والقرب من المولى عز وجل بإن إحنا نتقرب بنفع العباد؟ الله 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 الله، ما أجمل أن نتصل بما انتهى به معالي الدكتور مجدي عاشور. فنحن يعني نشرف أن نكون من تلامذته. تعالي في البداية نثني على الله عز وجل ونصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم، فنقول الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. وفيك يا رسول الله تفيض المحابر شوقا وتهفو النفوس حنينا إليك، تطيب الحياة بذكرك دوما ويشرح قلب يصلي عليك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفرج بها كروبنا وتقضي بها حوائجنا وتشد بها من أزرنا وتكون لنا يوم القيامة نورا يا رب العالمين. اللهم أمين. مهم جدا الكلمات اللي حضرتك قلتيها دي، كلنا في أمس الحاجة إلى هذا الأمر، كلنا محتاجين نرجع لربنا، كلنا محتاجين نكون جنب ربنا. ليه؟ عشان خاطر نكون سعداء في الحياة. ما هو ده كل البشر بيسعوا إلى السعادة، كل البشر نفسهم يكونوا سعداء. إزاي تكون سعيد؟ إنك تكون بجوار مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده بقول للنهاردة لكل واحد فينا خطط لمستقبلك من الآن. أيوة، خطط لمستقبلك بأكبر ثلاث مشاريع استثمارية طويلة الأجل. هتغير لك مصير حياتك. هتغير مصير حياة كل واحد فينا. أي والله العظيم، ثلاث مشاريع استثمارية طويلة الأجل. إيه هم المشاريع الاستثمارية طويلة الأجل؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بها في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله. انقطع عنه عمله، أيوة. خلي بال حضرتك الكلمة دي، مفيش مصيبة في الدنيا أكبر من الكلمة دي. خلاص بقى، مفيش مصيبة في الدنيا أكبر. أنت مش انقطع عنه الغاز والمية والكهرباء والأكسجين. أنت عارف، شوف المشهد الدرامي ده في فيلم ياباني، فيلم ياباني كان بيصور للناس مدى خطورة انقطاع الكهرباء في اليابان لمدة أسبوعين. يعني أنا بس هصور المشهد ده ليه؟ عشان تعرف يعني كلمة انقطع عنه عمله. المشهد ده جايب منظر الناس وهم واقفين أمام البنوك وأمام ماكينات الاي تي ام، عاوز ياخد فلوسه ومش عارف ياخدها لأن البنوك والاي تي ام شغالة بالكهرباء، كله بالكهرباء. واقفين في الشارع مش عارفين يتحركوا من مكان إلى آخر لأن المترو ووسائل المواصلات شغالة بالكهرباء. واقفين أمام البيوت مش عارفين يدخلوا بيوت لأن الأسانسيرات شغالة بالكهرباء. منظر الناس وهم داخل البيوت ومش عارفين يخرجوا إلى خارج البيت لأن باب البيت بيتفتح بالكهرباء. منظر الناس وهم قاعدين في البيت ومش عارفين يشربوا كوباية مية لأن مطور دفع المياه شغال بالكهرباء. فالحياة في اليابان الأسبوعين اللي انقطعت فيهم الكهرباء خراب، دمار. شوفي المنظر أصعب من كده. مش انقطعت الكهرباء، المية والغاز والأكسجين وكل شيء، انقطع عنه عمله. تخيل إن في مريض في غرفة عناية مركزة ورفعت عنه أنبوبة الأكسجين، ورفعت عنه المحاليل اللي موجودة في الأوردة، ورفعت عنه الأجهزة اللي موجودة على الصدر. كل ده ترفع عنه، خلاص أغلق كتابه، كل ده ترفع، الكتاب اتقفل، انقطع عنه عمله. يعني كل ده راح. لذلك سيدنا النبي قال لك لا، في ثلاثة هيوصلهم مية وكهرباء وغاز وأكسجين. ده هم دول في الناس اللي هم بقى مين دول؟ اللي خططوا لمستقبلهم في الدنيا. الناس اللي استغلوا المشاريع الخيرية، يعني اللي كل دول انقطع عمله إلا الاستثناء ده، إلا الاستثناء دول الثلاثة دول. يا رب اجعلنا من أهل إلا، يا رب يا رب دايما كده نقول كده، إلا الذين آمنوا، إلا الذين تابوا، إلا فيا رب اجعلنا من أهل إلا، يا رب المستثنين دايما يا رب. إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا واحد، إلا من ثلاث: واحد صدقة جارية، إلا صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له،
أو علم ينتفع به. ثلاثة دول اشتغل عليهم، مشاريع استثمارية خيرية طويلة الأجل هتغير لك حياتك. في رجال أعمال يخرج نص مليون صدقة، رجل أعمال بيخرج نص مليون صدقة، الرجل خد المحتاج خد الصدقة وعدى. وفرق كبير جدا بين رجل أعمال النص مليون دول خدهم عمل بهم وقف خيري، وقف النص مليون في أي استثمار خيري، وكل اللي بيطلع من النص مليون بيوجهه في أوجه الخير. بيوجهه فين؟ أوجه الخير. أوجه الخير على مدى أعوام اسمه بيذكر بعد 500 سنة. العداد شغال حسنات في ظل الأزمة الاقتصادية اللي احنا كلنا عايشينها اللي من دول، وانخفاض لقيمة الجنيه وكثرت، وركز معايا في النقطة دي، وكثرت جيوب الفقراء، والناس رجال الأعمال اللي هو كان بيعطي 20 النهاردة ما عادش قادر يدي 18 و15 و10. ليه؟ لأن ضغوط الحياة بقت عليه كتير. خلي بال حضرتك اللي بيعطي أصبح عنده في قلة في العطاء وكسر جيوب الفقراء، فلازم يحصل تغيير في موضوع الصدقة.